قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم سبب من أسباب نيل محبة الله جل وعلا، اتباعه فيما جاء به، وعلى رأس ذلك التوحيد، بأن تفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن تتبرأ من الشرك، وتتبعه عليه الصلاة والسلام في العقيدة، فتعتقد في الله عز وجل ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث، قال: واعلموا أن الله تعالى أوجب في كتابه محبته ومغفرته لمن؟ لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة أو المتبعة. فقال عز وجل: لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلى المسلم إذا أراد أن يكون من أهل محبة الله عز وجل عليه أن يحسن وأن يصدق في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأساس ذلك اتباعه في أساس التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك أيضا صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإفراد الله بالعبادة براءة من الشرك، وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم براءة من البدع والمحدثات.